لان في بعض العادات ممكن تكون عادات خاطئة، سواء في زي ما حضرتك قلتي عادات في التغذية أو عادات مجتمعية أو أي نوع من أنواع العادات الغلط اللي احنا كستات وبنات مش عارفينها، ولكن بنتفاجئ إنها سبب من ضمن الأسباب الكبيرة لتأخر الحمل. إيه هي بقى العادات الخاطئة دي يا دكتورة اللي ممكن تؤدي فعلا لتأخر الحمل؟ حكيت اول واحده منها هي النحافه، سوء التغذيه، يعني رجيم قاتل، يعني لا ان هذا الرجيم او النحافه الشديده يعطينا سوء بنيه البويضه وسوء انه تكون البيضه والدوره الطمثيه عدم انتظامها، او البدانه بالعكس البدانه السمنه كمان نفس الشيء يعمل لنا بوليتك تكيسات مبايض او يعني او كيسات او السمانة، يعطينا تشحم مبيضي كمان يعملنا عدم انتظام بالدورة الطمثية. ممكن شرب المنبهات الكثيرة مثل القهوة والشاي الشغلات هاي بكمية كبيرة مش محدودة، يعني فنجان فنجانين ممكن، أما كميات أسراف فيها التدخين. ثواني بس في نقطة إيه علاقة المنبهات، لأنه دلوقتي بتلاقي معظم البنات ماشيين بمج النسكافيه أو بفنجان القهوة ما بيقدروش يستغنوا عنه، هاتف واحد والله يا ندى، وتلاقيهم بيشربوه كده يعني 10 مرات في اليوم ما بين القهوة للنسكافيه للشاي. فإيه علاقة الحاجات دي تحديدا بتأخر الحمل؟ المنبهات هي تنبيه عصبي، والتنبيه العصبي ليه دور بتنبيه كمان المبيض، فهي بيعطي تغير غير طبيعي بنمو الهرمونات بالمبيض، الهرمون الاف سي اتش والاتش والبروجسترون وهي الشغلات هي اللي بتاثر على النمو، هذا نمو الدوره غير الطبيعيه. بالتدخين كمان حضرتك التدخين له دور كبير، هو والمشروبات الروحية مثل الخمرة مثل المخدرات كمان لها دور كبير بهاي الشغلات، عدم النظافة الشخصية كمان لها دور كبير بهاي الشغلات، عدم معرفة وقت الإباضة مش عارفه وقت التبويض بتاعها، يعني جهل انه ما بتعرف، يعني في كثير من الستات ما بيعرفوش امتى اباضتهم، لانه عندنا ثلاث مواقع للاباضه، ممكن منتصف الدوره وهي 80% هي الطبيعيه يعني منها، ومنها بعد الدوره مباشره بنقول اباضه باكره او متاخره قبل الدوره بفتره وجيزه واباضه متاخره. ازاي الواحده تعرف ايام تبويضها يا دكتوره؟ لازم مراقبه، لازم مراجعه الطبيب، سجل او على الموبايل يا تسليم الابلكيشن. اقصد بيبقى في ايام بيبقى فيها نسبه الحمل اعلى من غيرها. ايوه، زي اللي لسه متجوزه تعرف تحدد ان الايام دي هي افضل ايام ليها للحمل. احنا بنحكي انه بداية الزواج هو فترة الزواج الافضل هو بين العشرين والثلاثين، فهي ما بتروح للطبيب ولا بتنتبه الا بعد سنة، بعد سنة بتفكر، يعني قبل اي شيء احنا نراقب الاباضة، يعني خلال فترة الدورة اول شيء نراقبها يوم 13-14 للدورة، بعدين ما في اباضة نتجه للفترات اللي قبل وبعد الدورة. بعدين ممكن يكون فترة الدورة قصيرة 21 يوم بس بين الدورة والدورة 21، أو طويلة بدايتها لبدايتها أو طويلة 35 يوم تكون فترة الإباضة مش بيوم 13 و4، يوم 22 أو 23-24 للدورة. يعني في نساء محتاجة فعلا تركيز ومتابعة بدها لازم، فهي انه النساء بتجهل بهي المواضيع، فالافضل هي تتابع مع طبيبها لمراقبه الاباضه وامتى وكيف. في ابلكيشن كمان بتعرف الوحده على حسب ما بتسجل هي امتى ايام الاباضه بتاعتها. صحيح، بس احيانا هذا ما بيحدد انه بيحدد وقت طبيعي 70-80%، 80-20% قبل والبعد ما بي 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 ما بي